السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديالي باش كنصوب العسل. عسل كيكون ناجح 100% في الدار، ممكن أي واحد يصيبه بالطريقة اللي غادي نعطيكم إن شاء الله. ما فيها لا مقادير بزاف لا والو، يعني مكونات بسيطة وعسل كيكون ناجح ويصدق إن شاء الله من أول تجربة. غادي نبدا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المقادير إن شاء الله غادي نحتاج القالب ديال السكر. أنتم هذا القالب ديال السكر كيوزن 2 كيلو، ممكن ديروا سكر سنيدة. غادي ناخذ ان شاء الله غادي نهرسو غير بهاد اليد ديال المهراز، غادي نهرسو كامل. ممكن تخليوه ولكن غير غياخذ لكم واحد الوقت الا خليتوه صحيح. هنايا غادي نهرسو باش يدوب لينا دغيا، لانه هو صعيب شويه باش يدوب، ماشي فحال السنيده. غادي نحتاج ليه ان شاء الله 2 كيلو ديال السكر، غادي نحتاج ليه لتر ديال الماء. فين ما ديروا الا بغيتوا تضاعفوا الكميه غادي ديروا بحال 4 كيلو ديال السكر، غادي ديروا 2 لتر ديال الماء. بالنسبه لي باش نسمو ان شاء الله العسل ديالنا، غادي نحتاج عندي العويدات ديال القرنفل والقرفه وواحد الليمونه حامضه وواحد الليمون البرتقال. غادي ناخذ السكر ديالنا ان شاء الله، غادي نديرو في الطنجره. انا قلت لكم يمكن تستعملوا السكر سنيده، حتى هو راه كيجي مزيان، غير المذاق كيكون كيختلف والعسل ديال القلب كيجي من الاحسن، كيجي معلك، وديال السنيده كيجي شي شويه حامض، فممكن ديروه ماشي مشكل، راه كيجي حتى هو زوين. صافي من بعد ما درتو في الطنجره غادي نضيف عليه الماء، الماء المعادي، ضيفوا الماء عادي لان راه غادي يطيب. صافي هنا غادي ناخذ ان شاء الله، غادي نقطع الليمون، غادي ناخذ غير شي 3 ديال الشرائح، ما غاديش ناخذو بزاف. بالنسبه لي الا ما عندكمش البرتقال، ولا انا كيعجبني المذاق ديالو في العسل كيجي زوين. الا بغيتو تنسمو شي حاجه اخرى ماشي مشكل. لا حامض، غادي ندير حامضه كامله، حامضه تكون متوسطه ما تكونش كبيره بزاف، لان استعملت البرتقال. الا كنتو غادي ديروا الحامض غير بوحدو ديروا حامضه ونص. بالنسبه للقرفه انا درت غير 3 ديال العويدات ديال القرفه، والقرنفل غادي ناخذ غير واحد 5 ديال المسامر او لا 7. صافي من بعد السكر انا درتوها هو بدا كيدوب، راه كياخذ شي شويه ديال الوقت ماشي بزاف. يحركوه ونقصوا البوطه يدوب على خاطرو باش ما يتحرقش ليكم. غادي نحركو ان شاء الله حتى غادي يدوب كامل، عاد غادي نضيف عليه الشرائح ديال البرتقال. انا درت فيهم القرنفل، انتما كتشوفوا كيما كيبان في الصوره. صافي وغادي نضيف القرفه، فالليمون الحامض هو اللي كيخلي لينا داك العسل كيجي لينا معلك وكيعطي حتى المذاق. الا ما بغيتوش ديروا البرتقال ولا القرفه ولا القرنفل، ديروا الروح ديال المزهر، حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع، اولا حتى الباديان، يعني نسموه باش ما بغيتو. فكيبقى الليمون الحامض والقرفه كيجيو رائعين، هاد جوج هاد المكونين بجوج كيعطيو للعسل واحد المذاق رائع. صافي العسل ديالنا كنسد عليه 50 دقيقة بالضبط اللي خضا ليا ديال الوقت. تعرف الطنجرة ديال الضغط تكون مسدودة، وغادي تنقصو ليها ما تكونش مجهدة باش ما يتحرقش ليكم العسل. صافي انا غادي نحيد هاد الشرح، انتما كتشوفو ملي كيبانو ليكم هادو هكا يا بنين اللون ديالهم غامق، عرفوا بان راه العسل ديالكم ناجح وواجد. انتما كتشوفو العويدات ديال القرنفل، هادوك المسامر ديال القرنفل ما كيطيحوش، واخا كنديروهم في الليمون ما كيطيحو ما والو. صافي ممكن حيدوهم قبل ما كيجمد لكم، ما يتعلق لكم العسل، باش كيجيكم ساهلين تحيدوهم. دابا فغادي نسدو عليه في الطنجره ديال الضغط، انا قلت لكم 50 دقيقه بالضبط. الكوكوت حتى كتبدا تصفر، كتحسبوا 50 دقيقه ملي كتبدا الكوكوت تصفر،
راه كيجي الوقت هو هذاك ان شاء الله تكون عندكم الكوكوط اللي ما كتخرج ما والو، يعني كتكون محتفظه على داك الماء اللي كيكون فيها وصافي كيطيب كيكون واجد ان شاء الله، وغيصدق معاكم ان شاء الله من اول تجربه. فهنايا غادي نصفيه باش كنحيد داك الشيء اللي كيطيح من الليمون ومن الحامض، داك التخت ديالهم نصفيه باش يكون عندي واحد العسل نقي باش نستعمله ان شاء الله في المعسلات ديالنا، ما يجيناش فيه داك الشيء كيجي المنظر ديالو خايب. صافي غادي نغطيه حتى كيبرد، في مره حتى كيبرد حتى كنحصلوا على العسل عاقد وجامد ان شاء الله. هذا هو العسل ديالنا، انتم كتشوفوا كيفاش كيجي. الا ما جاكمش العسل بحال هكذا راه غادي ترجعوه تخليوه يزيد يغلى واحد شويه، ضروري يجيكم معلك بحال هكذا وما كيتقطع ما والو، يجيكم مخط بحال اللي كيبان بحال العسل الحر. انتم كتشوفوا ما كيتقطع، واخا تبقاو شادين حتى لاخر قطره راه ما غيتقطع لكم ما والو، يعني كيكون عسل ناجح 100%. فمن الاحسن تصيبوه في الدار حسن ما تشريوه، لان كيكون فيه مواد حافظه. من الاحسن هنا تصايبوه تقضيو به الشغل ديالكم وكتكملوه صافي. ومن الاحسن بالنسبه لهاد الليمون وهذا كتخليوهم لربما تحتاجوهم في شي حاجه، احتفظوا بهم في شي قريعه راه ما كيخسروا ما والو، غير سدوا عليهم مزيان باش ما كيخسروا ما والو. وهذا هو الشكل النهائي ديال العسل، انتم كتشوفوا كيجي معلك، وهذا هو العسل اللي كيليق لجميع المعسلات، كيبقى لاصق وكيبقى مده طويله على الحاجه، يعني ما كيدوب ما والو. راه واخا كنديروا العسل الحر ولا شي عسل مشري، ولكن ماشي فحال العسل ديال الدار. هذا ديال السكر، العسل ديال السكر اللي مصوب في الدار كيبقى لاصق على المعسلات يعني بواحد الطريقه، واخا يبقى مده طويله. كنتمنى ان شاء الله تجربوا بهذه الطريقه. ما تنساونيش بلي اللايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم، واذا كنتو جدادين اشتركوا في القناه ودعموني ان شاء الله باش نزيد نستمر ان شاء الله ونعطيكم الجديد بطريقه يعني اللي كتكون ناجحه دائما 100%. فالعسل ديالكم ممكن تحتفظوا بهم في القرعه ديال الدجاج فهكا تكون مسدوده مزيان، راه كيبقى مده طويله راه ما غيخسر لكم ما والو. ان شاء الله تحتاجوا حتى في حلويات ديال العيد، انتما كيبقى في القرعه كيبقى مزيان تستعملوه العيد ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني باللايك ديالكم ان شاء الله، وشكرا لكم ومع السلامه.